وتعتبر هذه المبادرة فريدة من نوعها في تاريخ الإدارة وحوليات التكوين المهني في البلاد. أيها السادة والسيدات، أيها الحضور الكرام، إن إنشاء هذه الوحدة يأتي طبقاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، الذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول محمد والبلاد على تطبيقه، للتأكيد على وصول الرسالة بين الإدارة وكافة المواطنين على مختلف شرائحهم، لأن نجاح مهمة القاضي أو الإداري منوط بشأن مخاطبة المواطنين باللسان الذي يفهمه، فقد ورد في الذكر الحكيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وجاء في السنة النبوية عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.